مطاحن مصر العليا المهندس كمال عبد الحميد هاشم. نقيب المهندسين المهندس حسام الزغاوي. شركة سيمكس الأستاذ أحمد يوسف. شركة السلام الأستاذ محمد ربيع. شركة مقاولات أحمد عبد العظيم. مكتب أحد المهندس محمد شعبان. الشركة العربية للمقاولات الأستاذ حمدي البدري. دار حراء المهندس أيمن أبو العلا. مجموعة قباء المهندسة رقية. نشكر كل من ساهم في هذا الحفل وإحياء هذا الحفل، ونشكر السادة أولياء الأمور. تفضل السادة.